مشاهدينا ومتابعونا الاعزاء، مستمعونا الافاضل، نجدد اللقاء بكم دائما والترحيب مع هذه الانطلاقات وهذه التحديات الحاضره هنا من ارضيه هذا الميدان التراثي، ميدان الذئاب لسباقات الهجن العربيه الاصيله هنا في اماره الشارقه، الاماره الباسمه دائما بهذا المهرجان بنسخته الثانية الذي يرحب دائما بجميع الحاضرين وجميع الشعارات التي أتت وتعنت المشاركة بهذا العرس التراثي هنا في عاصمة الثقافة والأدب إمارة الشارقة. ينطلق شوطنا 18 والمخصص لأبكار المهجنات الأصايل للسن اللقاية لمسافة 4 كيلومترات، هي الرحلة المنطلقة مع هذه الكوكبة وهذه الأسماء. أتابع البداية من تأتي بالمركز الأول هنا نجوى، من تقود المقدمة حمد بن راشد آل حمد درمكي من يأتي بصدارة هذا التحدي، بينما المركز الثاني القادمة هملولة مانع بن سعيد بن محمد بن راشد النعيم يأتي مع ثاني المراكز، وثالثا تدخلت من الجانب الاخر. هناك متابعون الاعزاء الحاضرة والقادمة، شواهين للسيف بن سالم بن سيف النيادي ياتي مع المركز الثالث، بينما رابع الاسماء تدخلت هنا كيف لحمدان بن حسين بن فرح بن تويم الاحبابي ياتي مع هذه الانطلاقة. خامس الاسماء هناك القادمة طرفة يا طرفة يا طرفة، سالم بن راشد بن سعيد بن عبيد الطنيجي يأتي مع المركز الخامس في هذه الانطلاقة. سادس الاسماء وصلت في هذه اللحظات سادس المراكز هنا الشاهنية القادمة والحاضر راشد بن سعيد بن علي المزروع ياتي مع سادس المراكز، وسابعا شوف اللي وصلت هنا من عمق الميدان وتدخلت في هذه اللحظات مكارم سعيد بن شطيط بن علي المدهوشي وصل في هذه اللحظات، بينما القادمه والحاضره هنا شيمه خالد بن مر بن سعيد بن حلوه الاكتبي وصل في هذه الانطلاقه عينه على الصداره بن حلوه هناك مع هذه الاسماء. اما ثامن المراكز هنا القادمه الهبيبه محمد بن الدوده بن سالمين العامري وصل في هذه الانطلاقه مع ثامن المراكز، وتاسعا هاشم الواصله في هذه اللحظات. والحاضره متابعونا الاعزاء مستمعونا الافاضل، وصلت هنا نوف لسعيد بن سيف بن سعيد الصرف النعيمي ياتي مع تاسع المراكز، وعاشرا وصل بالعامري لياتي باسم اخر ليدفع بدجله هنا راشد بن مهير بن سعيد بن محمد بالعامري الاكتبي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو التحدي، هكذا هو المسير، هكذا هو الانطلاق. بدأت الامتار تتقلص يا ملاك ويا مضمرين، ولكن القادم اجمل، القادم اروع. اعود الى الصدارة، اعود الى المركز الاول، اعود الى القيادة الاولى. هناك من غيرت وبدأت بالمغادرة مبكرا هنا مع هذه الانطلاقة، كيلو ونصف الكيلو ما تبقى يا ملاك ويا مضمرين. وهناك بن حلوة غير مع شيمة يا شيمة، خالد بالمر بن سعيد بن حلوة الافتبي، من يأتي بهذا الشعار، من يأتي بهذا الأداء الجميل ليندفع بمقدمة هذا المسار. المركز الثاني شواهين سيف بن سالم بن سيف النيادي ياتي مع ثاني المراكز، وثالثا هو صار الدجله هنا راشد بن مهير بن سعيد بن محمد بالعامري الاكتبي. بدات بالاندفاع رابع الاسماء ايضا القادمه هملول مانع بن سعيد بن محمد بن راشد النعيمي، ووصلت ايضا في هذه اللحظات نوب سعيد بن سيف بن سعيد بن صرف النعيمي وصل مع رابع المراكز. دخلنا الغلاف الجوي، دخلنا الكيلومتر الاخير يا ملاك ويا مضمرين. الكار الاخير، الكيلو الخطير، جولة الاوامر وجولة التحركات والتكتيكات والابداعات والمهارات والسرعة الفائقة. حرك اللي بتحرك، روح يلي سوى الناموس،
يلي تبلد صاره روح النيادي روح هنا بالمركز الاول بالقيادة الاولى بدأ بالمغادرة هنا بهذا الاداء الجميل هنا بهذه الانطلاقة النيادي هنا مع المركز الاول مع الصدارة الاولى شواهين يا شواهين بدأت بالمغادرة هنا شوف الاداء الجميل شوف الانطلاقة المميزة هنا الحاضرة مع سيف بن سالم بن سيف النيادي يأتي بهذا الاداء الجميل هنا بهذه الانطلاقة المميزة النيادي مع الانتصار النيادي مع الناموس اسعد الله صباحك يا مالك شواهين سيف بن سالم بن سيف النيادي من ينتصر بهذا التحدي المركز الثاني كان وصول هنا شهبول خليفة محمد بن خليفة الخيري والمركز الثالث المركز ذاك الوصول نوف لسعيد بن سيف بن سعيد بن صرف النعيم المركز الرابع الوصول متابعون الاعزاء مع هذه الانطلاقة المسك جاسم بن محمد بن مبارك السعدي والمركز الخامس نوصل مع هذه الانطلاقة شيمة لخالد بن مر بن سعيد بن حلوة الاكتبي هكذا هي النتيجة متابعون الاعزاء شواهين من انتصرت في هذا التحدي لتهدي الناموس الى ملكها سيف بن سالم بن سيف النيادي من غادر بهذا الانتصار والناموس في هذا الصباح الى هذا الشعار الذي انتصر بهذه المنافسة وبهذا الانطلاق ننتظر التوقيت الزمني لساعة وصول هنا شواهين وهذه هي لحظة وصول شواهين متابعونا الاعزاء الى خط النهاية والتوقيت الزمني 6 دقائق 4 ثواني 18 ثانية هو التوقيت اللي تسجل تحت اقدام شواهين لسيف بن سالم بن سيف النيادي وسلام النيادي سلام تهانينا والناموس اسفرت من الشارقة شمس النهار والقبايل والمضامير